على بركة الله مشاهدينا أوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مرة أخرى من هنا من منطقة حي محمدي. الآن معنا شاهدة، اللي كانت محطوطة بأنها غتشهد مع الكاتبة ديال المحامي على أساس أنها كانت حاضرة للاعتداء اللي تم على كاتبة المحامي من طرف الجارديان والزوجة ديالو والعائلة ديالو. هاد الشهيدة هادي اللي اليوم قالت لك اليوم دنيا وغدا آخرة، أنا غادي نقول كلمة الحق، إذا هاد كلمة الحق هي اللي بغينا نسمعوها على اللسان ديالها. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا كنوجه واحد الرسالة للمغاربة كاملين، أنا ماشي شهيدة، أنا سمعت المضاربة، كنت غادي بنتي كأي واحد غادي بنته للمدرسة، ونعاودها ونعاود نقولها، يعني منين بغيت نطل أنا طحت، عندي مشكل في ظهري، أنا عندي أوبيراسيون على ظهري، يعني ما شفتش شكون اللي كان تيضارب، أنا سمعتها هي اللي كتضارب، ولكن مع من أنا ما عارفاش شكون، ولو نضطر نوقف قدام السلطات، ويجيبوا الناس ويقولوا لي واش هذا واش نكذب، واش نشهد بالزور، أنا ما نديرش إشهاد بالناس، ونصيفط الناس للحبس وأنا ما كنعرفهمش شاف وجههم. راه ما يبغيهاش الله، بعدا هو الاول عاد العبد حشومه. وانا قالت لي السيده باش ندير لها الاشهاد بالاسامي ديال الناس اللي ضربوها، انا ما قدرتش باش ندير الاشهاد لانني ما كنعرفهمش وما شفتش شكون اللي كان كيضارب. انا راه مرضت، يعني انا وليت عايشه في واحد ما عرفتش في واحد الحاجه اللي هي خايبه، يعني كنقول انا ماشي واحد الانسان تيقول لك دير لي اشهاد ونعطيك الاسامي ديال الناس. انا راه ما نشهدش الزور وحسبي الله ونعم الوكيل، لان كاين الله. ولكن السيده علاش حطاتك انت كشاهده؟ علاش حطاتك انت كشاهده؟ انا حيت كنت نهضر معاها كنعرفها جارتي، يعني مع نفس الحومه. انا والله ما كنعرف الناس مع من مضاربه، وكنحلف عام كنعتذروا، لانه الكونيكسيون. كملي لي اختي، قلتي لي هذه السيده هذه يعني قالت لي انا الاشهاد، انا ما عرفتش شنو هو الاشهاد، من سولت بانني كنصيف الضحايا للحبس بالاسم ديالي انايا، وانا ما نرضاهاش، ما نرضاش شي حد يديرها ليا باش انا نديرها لهاد الناس. يعني هاد الناس انا ما وصلوني في عيب، ما قربوا ليا، انا الله اللي كيعلم بيناتهم، انا ما معاها ما معاهم، انا مع الله ومع الحق، وانا ما نقدرش نصيفط ناس للحبس وانا ما كنعرفهمش. السيده علاش قالت لك انت شهدي ليا وانت ما حضرتيش؟ لحقاش انا منين سمعتني طحت وعيطات لي في التليفون، انا ما حضرتش ليا فاش مشات هي للسبيطار، قالت لي تعداو عليا، ويعني كتعاود ليا بحكم ان وقع على داك المشكل، ومشيت لعندها للدار، ومشيت انا وبنتي قلت لها ودي انايا انا اللي شفت عيني هذاك الشيء، ما غادي نزيد ما غادي نقص. قالت لي واش تقدري ديري الاشهاد؟ انا الوالده ديالي بعدا اصلا سخطات عليا، قالت لي لانك الا شهدتي شهاده ديال الزور راه الله بعدا اللي كيعاقب وعاد القانون، وانا كمواطنه كنحترم القانون، ما خاصنيش ندير شي حاجه بحال هذه، وما نرضاهاش على نفسي وما نرضاهاش على واحد اخر، لان هادو راه ناس، راه عائله، من نشد انا في عائله وانا عندي عائلتي، راه كنبغي ليا الامان، نبغي لدوك الناس، انا العلم لله بيناتهم، وكنقولها انا بيناتهم، انا ما حاضراش ليهم اشنو وقع المشكل بيناتهم، انا سمعت بان على ود الدراري الصغار تنقول لا حول ولا قوة الا بالله، وكانوا تفاهموا ووصلوا لواحد الحوار، علاش هاد النزاعات كاملة؟ من السيدة ما باغاش تنتازل وداك الشيء شغلها هذاك، أنا قالت لي بأنك تعرضتي للرشوة، أنا حاشا لله واش نترشى؟ هذا هو قالت هي كتقول قالت لي طلعوا لعندك ورشاوك، وأنا حاشا لله واش نترشى، وكاينين عندي كاميرات في العمارة اللي كتقول لك هاد الناس طلعوا عندي، راه كاين الله وكاين القانون. وانا عندي الامل في السلطات ديال حي المحمدي بانهم تياخذوا الحق، وانهم كيتصنتوا البنادم اللي مشى عندهم مظلوم، وكياخذوا بعين الاعتبار. هي قالت لك ما خداولاش بعين الاعتبار، لا غلط، لان اي واحد مظلوم وكيمشي عند القانون الا وكياخذ ليه حقه، سوى ضارب سوى مضروب. وانا من هذا الشيء كامل انا بعيده كل البعد، وانا عندي مشكل صحي في ذاتي، يعني انا عندي عمليه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ما بغيتيش تحملي؟ انا ما نتحملش التقليد، وانا عندي جوج ديال البنيات، وعندي الام ديالي والاب ديالي، لانهم ولكن علاش انا غنسولك سؤال اللي غيسول اي مواطن؟ نعم. علاش مثلا نهار الاول خرجتي معاها في هذاك اللايف؟ خرجت معاها، ولكن انا ما قلت لكمش بي فاهمه بان لا انا ما فاهماش، انا قلت داك الشيء اللي وقع ليا غاديه وطحت وعاود داك الشيء وباقا نعاودها. انا كنت يعني هي ورطاتك زعما فوالا انا غاده كأي مرأة مريضة، يعني بيكي طحت، الناس والجوقة والاعتراقية ما نايضة، ولكن أنا
العين ديالي ما شافتش شي حاجه، سمعت بلا سناء مضاربه، ولكن مع من ما شايفاش. يعني باش انا غادي ندير هذا الاشهاد ونصيفط هاد الناس للحبس؟ سمعونا اخوتي المغاربه، من غادي يجيبوا 10 د الناس هاد السلطات ويقولوا لي تقدمي وورينا شكون اللي ضرب؟ وما نعرفش شكون اللي ضرب، شكون هيبط للحبس؟ رانا بط انا اكيد غتشهد الزور، وانا ما نشهدش الزور. انا كنقولها وعاود قبل الاخير، انا كنشهد الشهاده الحق لله، ونتمنى من هذا العواشر الله يحاسبي الله ونعم الوكيل. عرفتي اش قالت؟ تهبت الناس بانهم خاوني لها سلسله وبانهم هرسي لها الضلعه ديالها، دايره شهاده طبيه في 30 يوم. حسبي الله ونعم الوكيل، لان بحال هاد المشاكل هادو كيوصلوا لان تيولي بنادم قاتل روح ولا ما عرفتش كيوقع. انا بعدا تنقول حسبي الله ونعم الوكيل، وانا اخوتي المغاربه انا هضرت عن عفويه يعني بواحد الصراحه يعني اللي وقع لي انا شخصيا. اما باش ندير اشهاد ولا نمشي للمحكمه، حتى تسميتي وحتى يعني نمره لاكارت ديالي بانني كشهيده، يعني ولكن ولكن شكايه، ولكن انا من غادي نقول اقسم بالله العظيم ان اقول الحق، وتنقسم بالله العظيم نقول الحق. انا ما شفتش عينيا شي حاجه، كيفاش غادي نشهد؟ غنقول له كنت غاده وطحت سيدي، انا راه ماشي شكون اللي كان كيضارب. واش هاد الشهاده مقبوله؟ الا كانت مقبوله لدى المحكمه نتفضل ونمشي نقولها. لا هي ما كتقولش خويا، كتقول كنتي حاضره. لا سيدي ضاربه، انا اقسم بالله العلي العظيم انا ما شفتش شكون اللي كان كيضارب لداخل في العماره، لان الصداع وانا ديزام حدا العماره وزلقت وطحت ومشيت في حالاتي وفكوا ناس. لا 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 شوفوا، انا ما كنتش معاها من ضربات بقرعه كوكا، وما شفتش شكون اللي ضربها. كتقول لك خمسه ديال الناس ومعاهم عساس، هذه اللي كتقول هي. انا سامعه خمسه ديال الناس وعساس، ولكن انا والله ما كنعرف هاد الناس. هي على ما كتقول راها كتقول، ولكن انا شخصيا انا كنهضر على راسي ما شفتش، وتنتقلد عليها اليوم الدنيا وغدا الاخره، وهذا الشيء اللي كاين. وتنتمنى من القانونيه ياخذ المجرى ديالو في هذا الشيء ويثبت الحقوق ديال هاد الناس. السيده كتسكن في العماره؟ لا هي انفاس معايا، يعني كاي جار يعني. انا ما عمرني نتمنى شي عيب ولا شي حاجه، ماشي انا تنهضر انني معيبه معاها ولا شي حاجه، لا بالعكس. انا كنهضر على الحق، انا الا كانت كتعترف بالحق وكتعرف الله كاين، انا ماشي كنشهد فيها ولا كنشهد في شي حد. انا كنقول الشهاده اللي خاصني نقول، اللي نقول قدام المحكمه غادي نقولوا هنايا، هو هذا الشيء اللي كاين قدام الله. وقدام الله هو الاول، عاد نقول قدام المحكمه انا راني ما شفتش شكون اللي كان كيضربها، انا ما شفتش، الله اعلم. انت كتخلي المسؤوليه ديالك. انا كنخلي انا قدام القانون وقدام السلطات كنحترم كل شيء، وعاش الملك. انا راه ما كنتش حاضره لهذا الشيء، وما كنتش معاها باش نشوف هذا الشيء، ولا شفته راه الله فوق مني. انا هذا الشيء اللي عندي الافاده ديالي هي هذه، انني كنت غدا وطحت وسمعت الصداع، يعني مع عندي البنيته جريت بنتي هزيت نظري مارسين مشيت حالاتي. السلام عليكم. سمعت بان عودت ليا انني مشيت للسبيطار وداك الشيء، مشيت طليت عليها، سمعت هذا الشيء مشيت طليت عليها فاش جيتو فاش هضرت معاكم قلت لكم اشنو وقع. يعني راه منين هضرت معاكم راه الهضره ديالي لا رجعوا الناس لا فيديو، انا راه قلت غير زلقت وطحت ما شفتش شكون اللي ضرب، ومشي ندير الاشهاد بشكون اللي ضرب. ايوا راه حشومه، يعني حشومه عليا انا ككرامتي ومع الله ومع الناس ومع العبد، وما نقدرش. وهذا الشيء اللي كاين. السلام عليكم. اذا شكرا لك اختي، شكرا على هذا. صافي عسيري اختي دابا الله يجزيك بخير وسمحي لينا عسيري اختي. اذا مشاهدينا وفي مشاهدين شوف تي في، كانت هذه شهاده ديال واحد السيده اللي محطوطه في المحضر. هذه السيده دابا محطوطه الاسم ديالها والبطاقه ديالها النمر ديال البطاقه ديالها محطوطه في المحضر، وبغات السيده اللي كتقول بان الكاتبه ديال المحامي اللي كتقول بانه تم الاعتداء عليها من طرف هذه العائله هذه. وسبق لنا كما قلنا بان سجلنا معها، حطات هذه السيده هذه اللي كاينه الان حطاتها كشاهده، وبغات دير لها صيفطتها باش دير اشهاد. هذه السيده ربما صحوت الضمير الله اعلم، هذا الشيء كله غادي يبان في التحقيقات وفي التفاصيل المقبله ان شاء الله. كتقول بانه ما عرفنا واش حنا كما قلنا صحوت الضمير الله اعلم. المهم هذه السيده هذه حست بانها غتورط نفسها وغتورط واحد الناس اللي ما دايرين والو. حنا بدورنا خدينا الراي وراي الاخر، خدينا راي ذاك النهار ديال هذه السيده الكاتبه ديال المحامي اللي قال لك بانه تم الاعتداء عليها
وعندها شهاده طبيه فيها 30 يوم 30 يوم كنعرفوا بانه 30 يوم راه الاعتقال المباشر. فهاد السيده هادي دارت السيده الشهاده، هاد السيده قالت كواكواك الحق اليوم دنيا وغدا اخره، انا راني ما حاضر والو. وهاد السيده هادي الكاتبه ديال المحامي راه باغا تورطني وباغا تورط هاد الناس. اذا حنا بدورنا وصلنا الخبر، وصلنا الراي والراي الاخر، وصلنا الراي ديال السيده اللي كانت كتقول انها ضحيه، وصلنا الراي كذلك ديال الناس المتهمين في هذا الملف هذا. اذا بين اخذ ورد، بين شد وجذب، العديد من الامور، العديد من التفاصيل الغامضه اللي ما يمكنش لنا حنا كمنبر اعلامي نبتوا فيها. اكيد كاين القضاء وكاين الامن اللي غادي يثبت في هذه المسائل هذه. اذا حنا كنتمنوا اننا نكون وصلنا لكم الصوره ديال هذا الملف هذا، ملف كاتبه المحامي مع الجارديان والعائله ديالو. اذا ما بقى لنا الا ندعوكم على امل اللقاء بكم. طاقم شوف تيفي من منطقه الحي المحمدي يحييكم، الى اللقاء.